بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله. نجا يوسف الصديق مما أرادت أن توقعه فيه زوجة العزيز، فمن تربى على الفضيلة لا يستسلم للفتن والرذيلة. هكذا شأن الله تعالى مع عباده الصالحين، ولكن الفتنة ما زالت قائمة، وزوجة العزيز لم تستسلم حتى الآن. هكذا يا زليخة يا ملكة البلاد، أصبحت لقمة سائغة في ألسنة الرعية، يحملون سيرتك من هنا وهناك، يتحدثون عن ضعفك أمام الفتى الكنعاني راعي الأغنام. لما كل هذا الانكسار قد حدث يا زليخة؟ هكذا العشق يكسر قلوب النساء حتى وإن كانت زليخة. يا شورى، ماذا تقول الرعية عني؟ ماذا تقول عني نساء طيبة؟ لا يقولون إلا كل خير يا مولاتي. لا أظن أن النساء بعد ما جرى سيقولن خيرا يا شورى، فقولي. يقولون امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يوسف هو من جعلني بضاعة رخيصة في سوق النساء، هو يوسف. تأمرين يا مولاتي. يا شورى، جهزي لحفل كبير سندعو فيه النساء اللاتي تحدثن عن فتنتي بيوسف. سمعا وطاعة يا مولاتي الملكة. يا زخار، أمر مولاي، هل رأيت من يوسف وطوال عمره معنا أي شيء؟ ماذا تقصد يا مولاي؟ هل كان يوسف يميل إلى مولاته زليخة؟ هل أحبها؟ يوسف لا ينظر إلى ما لا يملك يا مولاي. المشكلة الكبرى أنني أعرف أن يوسف على دين وخلق. عليها أن تعود إلى رشدها يا مولاي، أما يوسف فهو بريء. القميص وقد قد من دبر، الناس وقد جعلتنا حديثا مبتذلا ومهينا، فأين أذهب أنا؟ أين أذهب؟ مولاي هون على نفسك. أهون على نفسي؟ رجل مذبوح في عرضه، مجروح في كرامته. لقد انهار عزيز مصر. مرت السنون يا تقي، ونحن نبحث عن يوسف ولم نجد. لا تيأس من روح الله يا زاهد. لا، لن أيأس حتى أعود بخبر عن يوسف أو أجد. لقد شتت هؤلاء الإخوة الحاقدون شمل يوسف وأبيه. نبي الله يعقوب فقد بصره من شدة الحزن والبكاء على يوسف. لقد اشتقت يا زاهد لنبي الله يعقوب. وأنا أكثر منك، فلنبي الله يعقوب محبة في القلوب. اللهم اجمعنا به وبيوسف في الدنيا والآخرة.
ماذا بك يا يعقوب؟ ماذا بك يا نبي الله؟ ذبحوا فؤادك وقتلوا فرحتك بولدك النبي. ماذا بك يا نبي الله يا ابن إسحاق النبي؟ ضاع بصرك من كثرة البكاء على يوسف، ولكنك ما زلت تدعو وتتعبد وتتوسل إلى الله عز وجل أن يعود إليك ولدك. لقد ضاع بصر أبي، مسكين أنت يا أبي يا حبيبي. سنوات طويلة مرت ولم نجد ريحا ليوسف ولم نسمع عنه شيئا. ما الذي جناه إخوتي من فعلتهم هذه غير الحسرة والحزن؟ يهوذا، ما الذي جنيته من فعلتك؟ ماذا تقصد يا بنيامين يا ابن رحيل؟ أنت تعرف ماذا أقصد. يوسف لعله في الجنة الآن، رحمه الله، ولعله على قيد الحياة، ولعلك خسرت كل شيء. أنا لم أخسر أي شيء، ومكسبي أعرفه جيداً. فقد الأب بصره وزرعنا الشر وحصدنا الندامة. لا أدري كيف صارت بكم الأيام يا آل يعقوب، أبين أحزان وآلام متتالية. الجزاء، هذا هو الجزاء يا أخي. ألا تعلم أن من يعمل سوءا يجزى به؟ ترى هل ما زال يوسف على قيد الحياة أم فارقها؟ وأمر لا يفيد البحث فيه، لقد فقد أبونا بصره وانهارت قواه. أظن أن يوسف لو كان على قيد الحياة لأصبح شابا جميلا يلفت الأنظار ويخطف القلوب. دعك من هذه الأحلام الوردية، فقد قضي الأمر يا لاوي. ربما أراد الله ليوسف حياة جديدة نحن لا نعرفها. هيا لنطعم بلها وزلفة، فقد خارت قواهما في هذه السن الكبيرة.